Oh بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فمن المستحبات التي على المسلم أن يحرص عليها في شهر رمضان أنه يتناول السحور وذلك اتباعا لهدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور فنحن بخير إذا تناولنا السحور وكذلك إذا أخرنا زيد بن ثابت تسحر مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فسئل كم كان بين السحور وبين الأذان فأجاب زيد بأنه قدر خمسين آية معنى ذلك بأنه قدر تقريبا عشر دقائق يستفاد من ذلك بأن الإنسان يؤخر السحور والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة هذه البركة بمتابعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك بركة في كونه يكون في وقت عظيم فقد ورد في الحديث ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجيب له وانت عندما تؤخر السحور فانك تكون في الثلث الاخير لا ريب فتدعو الله سبحانه وتعالى كذلك فان الانسان يتقوى على صيامه ويتقوى على فعل الطاعات وكذلك على عمله فلذا تكون هذه البركه وكذلك فانه يدرك صلاه الفجر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يؤخر هذا السحور والمسلم والمسلمه اذا اخرا السحور فانهما سيدركان وقت صلاه الفجر فيؤديان الصلاه في الوقت ولا شك بان ذلك من الامور العظيمه. السحور ليس له قدر معين فيقوم الانسان بالتناول الطعام ولو كان يجرع جرعه من ماء. اي ليس هناك حد لاقله. ويجوز للانسان ان يزيد في الطعام ولو كان ذلك فوق الشبع فان تناول الطعام فوق الشبع ممنوع في شريعتنا الاسلاميه الا في موضعين الاول عندما يريد ان يستعد لصيامه فيجوز له ان ياكل فوق الشبع استعدادا للصيام الموضع الثاني في اكله مع ضيفه حتى لا يتوقف الضيف فبالنسبة للأكل يجوز الإنسان أنه يأكل فوق شبعه أول ما يتعلق بالطعام فإن الإنسان يأكل ثم بعد ذلك يمسك وإمساكه هنا إذا كان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أذان الفجر الثاني بقدر خمسين آية فإن ذلك ليس على سبيل الوجوب فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إن بلال يؤذن بليل فلا تمسكوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أي أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يؤذن الأذان الثاني وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ مؤذنين بلال مؤذن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يؤذن الأذان الأول والاذان الاول الهدف منه انه يوقظ النائم وكذلك من كان منشغل بعباده من قيام ونحو ذلك فانه يقوم بانهاء صلواته بالوتر حتى يستعد للصيام. اما ابن ام مكتوم فانه كان من الصحابه الكرام وكان اعمى ولكن مع ذلك فقد كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون المؤذن فكان يؤذن الأذان الثاني فبالنسبة للمسلم فإنه يأكل ما لم يؤذن المؤذن الثاني ويستحب له أن يكون على هدي من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يتوقف قبل نحو عشر دقائق ولكن هذا التوقف ليس فيه إلا المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ورد عن زيد بن ثابت بأنه كان على قدر خمسين آية بين طعام النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأذان متى ما أذن المؤذن يتوقف الإنسان عن الطعام وعن الشراب ولا يستثنى من ذلك سوى أن يكون في يد أحدنا إناء فإنه لا يضع حتى يتمه حتى يفرغ منه والمقصود من ذلك بأنه بما هو معتاد لا يطيل ولا يستعجل على نفسه وإنما بشكل اعتيادي وذلك لأنه من الأمور المعفو عنها لا شك بأن الإنسان عندما يقوم بتناول السحور فإنه يتقوى على صيامه ويدفع ما قد يكون من بعض الصائمين من سوء الخلق بسبب الجوع. فإن الجوع قد يدفع بعض الناس إلى سوء الخلق بسبب تضايقه من وجود هذا الجوع. فلذلك بالنسبة لهذا السحور فإن فيه دفع لهذا الأمر ويكون على خلق رفيع طوال فترة صيامه. وكذلك بالنسبه لتناول السحور فان فيه شكر للنعمه من الله جل وعلا بان جعلنا ناكل طوال الليل وذلك جائز والانسان ولو نوى الصيام طالما انك في الليل ولم يؤذن الفجر بعد فيجوز لك ان تاكل وتشرب ولو نمت بعد اكلك وشربك ولو نويت الصيام ثم بعد ذلك هناك وقت ولم يؤذن الفجر اي الاذان الثاني يجوز لك ان تاكل فوجود هذه النيه او نيه الامساك لا يعني انك لا تاكل بعد هذه النيه طالما ان اذان الفجر الثاني لم يؤذن بعد وعليه فان الناس عليهم ان يعتنوا بهدي النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق باداب الصيام وكذلك بالنسبه للطعام فله ان ياكل ما شاء وان كان قد ورد بانه نعم السحور التمر فاذا تيسر التمر فذلك افضل لان التمر هو قوت والقوت ما يقوم به البدن وكذلك بالنسبه له فيه حلاوه ويقوي البدن فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن الإنسان يتسحر بالتمر عموما بالنسبة للسحور يمكن أنه يأكل أي شيء ما يرغب فيه سواء تمر أو أي طعام آخر فالمسألة فيها سعة وكذلك يستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستحب الاجتماع على تناول السحور فان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يجتمع مع الصحابه الكرام في تناوله للسحور وهذه من الامور الطيبه فلذلك ينبغي للاسره انها تجتمع وتستيقظ جميعا لتناول السحور وذلك حتى ينالهم بركه هذا الوقت وما فيه من استجابه الدعوات فنسال الله عز وجل ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين